هادي تما خليك تما شويه صافي بارك اش كاين راجل كتدير في مكناس اش كاين خدمه خدام بنين بنين مع الطشرونات ولكن ما عندوش سميتو ما عندوش ما مرسم شي كيخدم عند هذا إذن صباح الخير على كل المتتبعين ومتتبعات قناة شوف تي في من خلال هذا المباشر وبداية وعفوا تتمنى لكم نهاية أسبوع موفقة بطبيعة الحال لكل المتتبعين ومتتبعات قناة شوف تي في. اليوم حنا مع واحد المأساة مأساة حقيقية ديال واحد الزوجة اللي تقريبا هي والزوج ديالها منذ أنه تعرض للحروق من الدرجة الثالثة في مدينة بني ملال وفجأة يعني تم الإلحاق أنت بن حسيسو وتم الإلحاق ديالو هنا بالمستشفى المركزي الاستشفائي محمد السادس يعني تقريبا ما يزيد على ديال 5 أشهر هما في معاناة خصوصا أنه الزوجة كما تحكي لنا من خلال هذا المباشر بأنه كانت هي والزوج ديالها كانوا ساكنين في مدينة مكناس كانوا كاريين تمايا كان يخدم هو بناي يعني عامل بناء ولكن في هذه الظروف هذه الجائحة يعني توقف كل شيء التجأوا للعائلة ولكن هذا الشيء المكتاب يعني التجأوا للعائلة بني ملال عايشين ظروف صعيبة عندهم طفل نخليوها هي تحكي على لسانها الواقع بطبيعة الحال. تفضلي الوالدة. أنا راه ملي جيت بني ملال تكرفصت بزاف تكرفصت. شوية عليك لالا عيب شوية عليك عيب شوية عليك عفاك يعني كيفاش كنتوا عايشين في مكناس لالا؟ كنا عايشين ممكارين كيف الناس ما كان خاصنا حتى حاجة كيخدم عليا الراجل ولكن جات كورونا صافي تحبس الخدمه ما بقاش باش يخلص الكرا هو يمشي عند عائلته ويمشينا عند عائلته دوزوا علينا بعد ديك 3 سنين ورجع لمكناس كيخدم واخا هكاك رجع للدار مي رجع للدار مشى عند خوه يخدم ليه مي غير يعاونو شويه ماشي حتى بالماده بزاف غير شي حاجه قليله منين طاح ما عقلش عليه منين ضربوا الضو ضرباتو لالين ديال الشركه ما عقلش عليه قال له انا راه ما لقيتش على مصاريف ديالك هو عنده لاباس عليه وما بغاش صافي هرب دابا ما تيعيطوا عليا حتى واحد في خوتو ولا حتى واحد ما كيعيط عليه. نعم يعني وقتاش هو تعرض للحريق؟ دابا هادي 5 شهور من شهر واحد. نعم من شهر واحد لدابا. لدابا. نعم وكيفاش تم كيفاش جيتوا لهنا؟ ما تحكي لنا قلتي لنا. كنا في بني ملال كيداويو ولكن داك الشيء صعيب عليهم بزاف وقالوا لنا سيروا للمستشفى الجامعي ديال محمد السادس. نعم نعم. وقلت لي بانه قبل ما يجيو لهنايا جمعوا لكم الناس يعني جمعوا لينا الجيران الله يجازيهم بالخير جمعوا لينا ديك البركه عطاوها لينا بقينا كنصرفوها دابا صافي ما بقى عندي حتى حاجه وتنعيط ليهم كنقول لهم زيدوا عاونوني تيقول لك رجا في الله ما كاينش نعم بقاش كنعرفهم غير هما ما كنعرفش ما كنعرفش ندير بحال هكايا وهذا ما عرفتش من الاول عانيت ومنين جيتوا هنا يعني جيتوا للمستشفى محمد السادس يعني كيفاش اش قالوا لك الطبيب بطبيعه الحال؟ تيقولوا لي راه تيقولوا لي راه المهم هذا الشيء ماشي ساهل دابا راه كيحيدوا من البلاصه تيلبخوا البلاصه لحقاش هذيك الكعبه رجليه مشات له تحرقات كامله دابا راه 5 شهور ما كيمشيش ما تياكلش انا اللي تنوكلو انا اللي تنعطيه كل شيء الطواليت ما كيمشيش ليها ما كيوقفش كاع نهائي راه ديما ناعس كي ناعس هكا نعم تنقول له غير نوض غير نوض باش كرفصه مع الدبا معاه كرفصه معاه وولدي خليته غير عند الناس نعم. كي مره كيمشي عند عمو وما كيتعاملوش معاه مزيان ما عطاه ولا سارت لا والو وحوايج راه محطوطين تما هكاك وما كيتعاملوش معاه مزيان بغاو حيت طاح خوهم بغاو يتهناو منه من شافوه صافي تعوق بغاو يتهناو منه والوليد مسكين تما الوليد راه مره كي العمر ديالو 18 عام ما شاء الله نعم. وباغي يقرا ولكن دابا راه تعقد ليا راه ولا جاب 12 في الباك وجاب 12 قال لي صافي راه بابا طاح ما بقى لنا حتى شي حاجه ما شاء الله يعني انت تشوفي المستقبل ديال الوليد ضايع والزوج هنايا معاك في السبيطار ما شاء الله تتشوف بانك ما تبعتوا معنا متتبعين من خلال هذا المباشر وللاسف يعني تتشوف انه المستقبل ديال الولد اللي عنده 18 سنه تيحاول انه باش يعني يكمل الدراسه ديالو يعني كما تتقول بانه تمشي واخا تمشي للعائله مكرفص مع العائله مرة تمشي عند الجيران باش انه يعني باش انه يعني تلقى الرعايه وتلقى يحسن يعني انه يبقى ريتما كما تنقولوا يعيش ريتما يرجعوا والديه وتنشوفوا انه الزوجه هنا مسكينه تخرج تفضل دابا ما شفناش 5 شهور كيعيط لينا بعد المره تيعيط لينا مسكينه وتوحشنا وتعقد عرفتي تيهضر معايا تيولي يتعصب تيولي يتعصب مي كيهضر معايا في التليفون كيتعصب هو باغي يقرا ولكن راه دابا ودوك شكون ما شاء الله
يعني سمع ودروك تتباتي حدا الزوج ديالك. كنعس حداه. الناس اللي دوز معاه البرد، الثلج دوز معاه كلشي، كان تيجيني البرد وصبرت. ما شاء الله ما شاء الله. واش هي الرساله ديالك اللي بتوصل للمغاربه؟ ما يمكن بغيتهم يعاونوني الله يجازيهم بخير. نعم. لقيت ما عندي لا سكنه لا حتى حاجه، ما عندي والو، عندي الله سبحانه وتعالى. سبحان الله ونعم الوكيل، سبحان الله ونعم الوكيل. العموم كما تابعتم معنا متتبعينا، هذه الظروف، ظروف ديال هذه السيده هذه، الخجل، الحاجه تنقولوا، نقدروا نقول بانه الحاجه، لانه وقفات ما تتصعب الظروف، وتتصعب الظروف على الانسان، وما تلقى الا يعني انه وجه، انه يطلب المغاربه ويطلب العطف ديال المغاربه. اليوم هذه السيده هذه اللي كما تتابعوا معنا متتبعينا من خلال هذا المباشر، يعني ما لقاش شي بديل، لانه 5 شهور وهي صابره هنا في مستشفى محمد السادس بمدينه مراكش، يعني صابره هنايا هي والزوج ديالها، ولدها مكرفص يعني في بني ملال. يعني الصور ما يمكنناش اننا نبينو لكم في المباشر، لانه السيد مكرفص بصريح العباره. السيده نعم، يعني السيده فقط تطلب اللي يساعدها في المصاريف هنايا، الوليد ضايع في بني ملال، يعني تتلاوح عند الجيران وتتلاوح عند عائله، تتلاوح عند الجيران وتتلاوح عند العائله، الاب هو اللي هو السند والظهر، واللي تهز العائله هو مرمي في محمد السادس. يعني الوقت فاش يعني تيغيب الزوج اللي هو تيقولوا تيمعري على كتافه باش يعيش مراته ويعيش ولاده، وهو طايح هو مريض، تلقوا انه الزوجه بطبيعه الحال اللي ما عايشاش الزمان وما خرجاش للزنقه وما تتعرفش كيفاش تجيري راسها، هي معذبه ومعذبه مع الزوج ديالها. تنتمنى صديقنا انه خلال المباشر انه هذا النداء يلقى التجاوب من طرف المتتبعين باش تساعدوا هذه العائله هذه، الابن وابني بالله ضيع لف في حياته، ولا ضيع حتى في قرايته، الاب هو مصير مجهول هنا في المركز الشفائي محمد السادس. تنتمنى لكم صادقا انكم بارطاجيو هذا المباشر باش الرساله توصل القلوب المحسنه للناس اللي فيهم الخير، الناس اللي دائما تمدوا تساعدوا خوتهم المغاربه في وقت الحزه. شكرا لكم وتحياتي لكم متابعينا من خلال هذا المباشر.